النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العنوان. طاهر يعقد ندوة بفرع شيخ زايد للحديث عن اللائحة. احتفالات الأهلي بالكاس ما زالت مستمرة. وملعب السلام يستضيف مباريات الأهلي في الموسم الجديد. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ندوة في 7:30 من مساء اليوم الخميس بفرع النادي بالشيخ زايد، يتحدث خلالها عن لائحة النظام الأساسي للنادي والفرق بينها وبين اللائحة الاسترشادية والتي وضعتها اللجنة الأولمبية المصرية وأهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة يومي 25 و 26 أغسطس الجاري بفرعي النادي بمدينة نصر والجزيرة. كما يعقد رئيس الأهلي ندوة أخرى في مقر النادي بالجزيرة في الساعة 7:30 من مساء غد الجمعة، ويعقبها ندوة ثالثة يوم السبت في نفس التوقيت مع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي بمدينة نصر. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد عبر الاقمار الصناعيه مراسل قناه النادي الاهلي امير هشام. امير اهلا بك. امير، في البدايه احكي لنا عن ترتيبات في فرع الشيخ زايد لاستقبال ندوه المهندس محمود طاهر رئيس النادي. اهلا بيك يا فيروز، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بمدينه الشيخ زايد، اكيد طبعا، وقبل ساعه ونصف من انطلاق الندوه الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي بتحديد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي مع اعضاء النادي هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد لشرح وتوضيح اللائحه او لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي. يمكن كان عرضها المهندس محمود طاهر مؤخرا من خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي بالجزيره، لكن خليني اقول لك الاجواء سريعا. يمكن المهندس محمود طاهر وصل النادي منذ ساعتين تقريبا بالظبط، هو وباقي اعضاء مجلس الاداره سواء المهندس كامل زاهر، المهندس عماد وحيد وباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا اكيد الندوه هتكون في تمام الساعه 7:30 مساء هنا بمقر النادي بالشيخ زايد. ندوه بشكل عام اكيد مهمه جدا لشرح وتوضيح بشكل تفصيلي لكل اعضاء النادي بالنسبه طبعا لفرع الشيخ زايد. يمكن هي شيء جيد من مجلس الاداره ان هو يتنقل ما بين افرع النادي، ممكن يكون صعب ان جميع اعضاء النادي يتجمعوا في مقر واحد او بالتحديد في المقر في الجزيره، بالتالي مجلس الاداره هو اللي بيقرب لاعضاء النادي الاهلي لشرح كل ما يخص لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي والفارق ما بينها وما بين اللائحة الاسترشادية اللي أقرها أو اللي أقرتها اللجنة الأولمبية. أكيد ده شيء مهم جدا وشيء يدعو للفخر أن النادي الأهلي يكون عنده لائحة خاصة بيه يقدر من خلالها ان هو يتحكم في كل ما يخص النادي الاهلي، ومفيش اثنين من اعضاء النادي الاهلي تقريبا يختلفوا عن اهميه هذا الشيء، خصوصا ان طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين يا فيروز دايما هو السباق في كل حاجه بالنسبه في كل المجالات سواء المجالات الاجتماعيه او الرياضيه وما يخص النادي الاهلي، لكن بالتحديد طبعا في توافد كبير من اعضاء النادي الاهلي هنا في الشيخ زايد. طبعا اعضاء النادي الاهلي كلهم واحد اللي احنا بنتكلم بالتحديد من خلال تواجدنا في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. كل طبعا اعضاء النادي هيكونوا متواجدين بالتحديد خلال الندوه اللي هتنطلق في تمام الساعه 7:30، واكيد ده شيء هام جدا بخلاف الناحيه القانونيه، هو شيء اكيد مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي يكون ليهم لائحه خاصه
بيهم تحكم إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل عام. أجواء يمكن جيدة، في توافد كبير جدا يا فيروز من أعضاء النادي لحضور هذه الندوة، واللي هيكون طبعا متواجد فيها كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الكلمة هتكون بالتحديد مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي يا فيروز. نعم. طيب أمير، بأنك موجود في فرع الشيخ زايد، صف لنا الاحتفالات، مظاهر الاحتفال بالفوز بالكاس بعد غيابه 10 سنوات عن القلعة الحمراء. احكي لنا عن مظاهر الاحتفالات هناك. طبعا يعني كان فرحة كبيرة جدا النادي الأهلي يفوز ببطولة كأس مصر، أكيد الأجواء لسه مستمرة وأجواء الفرحة مستمرة هنا في مقر النادي في الشيخ زايد. طبعا البطولة يمكن كانت غايبة عننا بقالها فترة يا فيروز، بالتحديد 10 سنين، كان مهم جدا النادي الأهلي يقدر يسترجع هذه البطولة من خلال مباراة أول أمس أمام فريق المصري بورسعيد، واللي قدر النادي الأهلي يكسب في وقت يمكن قاتل جدا، وقت مهم جدا بالنسبة لكل لاعبي النادي الأهلي، والنادي الأهلي قدر يرجع في المباراة. بالتالي الاحتفالية كبيرة جدا، في فرحة لسه موجودة على وجوه أعضاء النادي بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل عام، إن طبعا الفريق يحقق هذه البطولة الهامة بعد غيابها من فترة كبيرة، ولا سيما ان فريق النادي الاهلي السنه دي قدر ان هو يحقق بطولتين، يمكن بقالنا كتير ما بنحققش الثنائيه، سواء بطوله الدوري وايضا بطوله كاس مصر، مش ناقص خلاص ان شاء الله عشان نكمل الثلاثيه يبقى بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هي برده يمكن مش بقالها كتير قوي غايبه، لكن 4 سنين بالنسبه لنا كتير كجمهور النادي الاهلي، متعودين دايما الفوز بمختلف البطولات. النادي الاهلي ان شاء الله هيقدر يواصل مشوار، وده الاهم عشان يقدر يكمل سعاده كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي في كل مكان بالفوز بالبطوله الافريقيه الهامة، ومن ثم طبعا التاهل لكاس العالم للانديه. لكن الاجواء بشكل عام جيده جدا في النادي هنا. خليني اقول لك برده بالنسبه للندوه الخاصه بطبعا الندوه الخاصه المهندس محمود طاهر لشرح اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، هيكون في مناقشه ما بين المهندس محمود طاهر وبعض اعضاء النادي الاهلي، ممكن طبعا مسموح لاعضاء النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين على المنصه اللي طبعا المناقشه مع رئيس النادي، وارد جدا ان ممكن اعضاء النادي الاهلي بعض البنود ما تكونش مناسبه بالنسبه لهم، ممكن يتم مناقشه هذه البنود، خصوصا التصويت على اللائحه هيكون يوم 25 و26 من الشهر الجاري، بالتالي ممكن يكون في فرصه طبعا لاعضاء النادي الاهلي اكيد ليهم الحق في الاعتراض على بعض البنود، وده يمكن شيء جيد وشيء صحي جدا، وده اللي بيهدف ليه مجلس اداره النادي الاهلي من خلال الندوات المختلفه اللي هتعقد سواء في مقر الشيخ زايد الاول، بكره ان شاء الله هيكون في مقر الاهلي بمدينه نصر، بعد بكره ان شاء الله هيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره فيروز. نعم امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الاقمار الصناعيه من فرع الشيخ زايد. ولا زالت الافراح بالفوز بلقب كاس المره 36 مستمره في الاهلي، حيث عبر اكثر من لاعب عبر حساباتهم الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم الطاغيه بتحقيق اللقب بعد غياب طويل. احمد فتحي مدافع الفريق الاول لكره القدم قام عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بالاحتفال باللقب، حيث غرد قائلا: الحمد لله قدرنا نفرح جمهور الاهلي، تركيزنا الان على دوري الابطال. اما عمرو سليه لاعب الفريق فقام بنشر صوره عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام وهو يحتضن كاس البطوله، وقام عماد متعب بارسال رساله لزميله في الفريق حسام غالي، حيث غرد على تويتر قائلا: ما كانش ينفع تمشي وايدك فاضيه، 73 الكاس ده ليكم. واكد اكرامي عبر حسابه على تويتر: موسم لن ينساه التاريخ، ثنائية محلية، تأهل أفريقي، وأرقام قياسية تحققت، مجهود، كفاح وعزيمة، وأكبر دليل على أن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى. أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن ساد السلام سيستضيف مباريات الأهلي في الموسم الجديد، والذي من المقرر انطلاقه في 8 سبتمبر المقبل. كان الأهلي قد حدد ملعبي السلام والقاهرة لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد، ليؤكد عامر حسين على وصول الموافقات الأمنية لإقامة مباريات الأهلي على ملعب السلام.
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين عن إقامة لقاءات صلاء الجيش على استاد جهاز الرياضة في كوبري لوك. وأشار مسؤول لجنة المسابقات إلى أن الأمن وافق على إقامة لقاءات طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة العسكري باستثناء لقاءات الأهلي والزمالك، مؤكدين أن الطلائع سيستضيف الأهلي مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي تلقى موافقة اتحاد كرة القدم على السماح للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التدريب بمركز المنتخبات الوطنية ملعب الهدف خلال المعسكر معسكر فريق في مدينة 6 أكتوبر، والمقرر له من 26 أغسطس الجاري إلى 6 من سبتمبر المقبل. وينتظم الفريق مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بالتدريبات خلال المعسكر على فترتين يوميا في الساعة 9 صباحا والسادسة مساء في إطار الاستعداد للموسم الجديد ومباراتي الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. يغادر اليوم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا من أجل الالتحاق بفريقه الجديد بيتفاس الجنوب أفريقي، والذي انتقل إليه مؤخرا لمدة موسم على سبيل الإعارة. وانضم جمال إلى بيتفاس موسما على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المقرر أن يعود جمال للقاهرة خلال الأسبوع المقبل من أجل الانضمام لصفوف المنتخب الوطني والذي يستعد لمواجهة أوغندا في تصفيات المونديال. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إرسال لجنة لمعاينة ملعب الرجاء بمطروح يوم الاثنين المقبل لتمهيدا لاستضافته مباريات الفريق في الموسم الجديد في حال مطابقته للمواصفات. من جانبه أكد عامر حسين أن ملعب برج العرب سيكون البديل لفريق الرجاء في حالة عدم مطابقة ملعب مطروح للمواصفات. اليوم المنتخب الوطني للمحليين استعداداته لمواجهة المنتخب المغربي غدا الجمعة في 9 مساء في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين في كينيا العام المقبل. وكان الجهاز الفني قد اصطحب معه 22 لاعب إلى المغرب من أجل خوض المباراة الفاصلة في مشوار تأهل الفريق، خاصة بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق والتي أقيمت على استاد الإسكندرية. من جديد الوقوف على آخر أخبار النادي والتي يقيمها المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي في فرع الشيخ زايد، ينضم إلينا الآن مجددا عبر الأقمار الصناعية زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، ومعه ضيفنا الكريم أكيد طارق الدروي مدير فرع الشيخ زايد. أمير أهلا بك.
متواصلين معاك يا فيروز ومع كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأجواء ما قبل هذه الندوة الهامة جدا من قبل المهندس محمود طاهر لأعضاء النادي الأهلي هنا بمقر النادي بالشيخ زايد. عشان كده معايا في هذه اللحظات كابتن طارق الدروي مدير المقر بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. برحب بك يا كابتن طارق، وأعتقد النهاردة ندوة مهمة جدا من مجلس الإدارة بشكل عام ومهندس محمود طاهر مع أعضاء النادي هنا في الشيخ زايد. طبعا أنا برحب بكم قناة الأهلي في أهلي الشيخ زايد، موجود طبعا مجلس إدارة موجود فوق ومجتمعين في مكتب تنفيذي، هم طبعا بالدوريات بيعملوا الاجتماعات في الفروع كلها بتاعت النادي. طبعا غير النهاردة الندوة المهمة بتاعت المهندس محمود طاهر اللي هيوضح فيها اللائحة للسادة الأعضاء ويحصل مناقشة فيها وكده. عندنا طبعا الكاس بتاع مصر اللي الحمد لله فزنا بيه أول امبارح، ودرع الدوري، والاعضاء بقى بيتصوروا دلوقتي معاه وكده، دي حاجه يعني جميله جدا لاعضاء النادي هنا، واول مره طبعا يجي لنا الكاس والدوري مع بعض، ويعني الحمد لله وببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي كله على كاس مصر اللي كسبناه اول امبارح. هنيجي نتكلم عن كاس مصر دلوقتي، لكن نكمل كلامنا على اللائحه وعلى الندوه النهارده الخاصه بالمهندس محمود طاهر. انا شايف اعداد يمكن كتير شويه من خلال تواجد بعض الاعضاء هنا. لا ده لسه دول كده هيزيدوا عن كده. احنا بكل السادة الاعضاء احنا بندعوهم عشان يجوا طبعا الندوة اللي بتتعمل هنا في النادي، وندوة هتكون مفيدة جدا. المهندس محمود طاهر هيوضح كل النقاط اللي هي فيها خلافات، في طبعا ثلاث نقط اللي هم المهمين جدا، شرط الجنسية وشرط المؤهل وفي شرط ثالث انا مش فاكر يعني، بس دي من الشروط التجنيد. كل الشروط دي بالنسبة لنا احنا كأعضاء النادي الأهلي طبعا دي حاجات أساسية ويعني مترسخة جوانا، لابد ان عضو مجلس إدارة او رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ما يكونش في اي ديفو من الديفوهات دي. فطبعا احنا بندعو جميع اعضاء النادي اللي بيشوفونا دلوقتي للحضور للندوه، والحمد لله الاعداد يعني شايف الدخول في تزايد مستمر وربنا يكرم ان شاء الله. اكيد شيء يدع الفخر ان النادي الاهلي يكون عنده لائحه خاصه بيه يا كابتن طارق، وده يمكن شيء مهم جدا، واحنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما بيبقى سباق في كل شيء. طبعا النادي الاهلي انا مش هقعد اقول نادي كبير، دي حاجه طبعا معروفه، دي ما في يعني ما فيهاش كلام، لكن احنا كناس متربيين في النادي الاهلي ومولودين في النادي الاهلي احنا لا نقبل ان يكون لائحتنا يعني فيها الديفوهات دي والعوار الشديد ده، حاجات كتيره جدا فيها مش مريحه لاعضاء النادي. اللائحه او القانون مش متحدد فيهم ان هي تعمل على يوم ولا يومين ولا خمس ايام، هو انا ايه يعني لازم ابهدل اعضائي اوديهم من الشيخ زايد لمدينه نصر في يوم او في الجزيره؟ لا، ممكن بعد كده انا يعني بدعو ان يبقى في الشيخ زايد في برضه تصويت بعد كده، لو مجلس الاداره راى ان يبقى في تصويت في الشيخ زايد يبقى في تصويت هنا وتصويت في مدينه نصر وتصويت في الجزيره. اسلوب التخوين وان هنا صناديق وهتنقلوها ازاي، دي شغل بتاع ناس يعملوه، احنا في النادي الاهلي عارفين، وحتى اللائحه مش ما يعني ما بتدعوش ان يبقى في ولا اضاءه ولا حد من جهه رسميه ولا تدخل من اي جهه، اعضاء النادي اللي هيعملوا الجمعيه والموظفين بتوع النادي هيعملوا الجمعيه، وهتطلع بكل امانه مظبوطه لان هي بتاعتهم، هي مش بتاعت حد تاني. بغض النظر هي هتكون على يوم او يومين، لكن الامر متوقف على اعضاء النادي الاهلي، هم في ايديهم ان شاء الله ان هم يكونوا متواجدين. ممكن من اول يوم نقدر نجمع عدد اعضاء كبير جدا، 12,000 ونص ممكن يكونوا موجودين عشان يحددوا مصير النادي واللائحه الخاصه بيهم، وده اكيد شيء يشرف كل عضو في النادي الاهلي. احنا ان شاء الله هنجمع 40,000 مش 12,000. كويس، شيء جاي. باذن الله، انا متفائل ان كل اعضاء النادي يعني عندهم الرغبه ان هم يثبتوا ان النادي الاهلي ورا مجلس ادارته ورا لائحته. انا هروح اول يوم مدينه نصر وهروح تاني يوم، مش هيبقى ليا تصويت في الجزيره، بس هروح برضو لان يعني لازم نساند الموضوع ده، والموضوع ده طالع من جوانا احنا اصلا. النقط اللي قلت لحضرتك عليها هي مش نقاط خلافيه بيني وبين اي حد، كل اعضاء النادي متفقين عليها، ومجلس الاداره لما بيتكلم بيبقى بيتكلم من على الاعضاء عايزينه، هو ما بيقولش حاجه من عنده، يعني هو بيشوف رغبات الاعضاء ايه وقناعاتهم ايه، وهو الموكل ليه ان هو اللي بيبقى متحدث بالنسبه للنادي الاهلي مع اي حد تاني. فاحنا رغبتنا في اللائحه بتاعتنا، وبندعو الناس ان احنا
تساند بعضيها وتساند المجلس وايضا اعضاء الشيخ زايد اللي قعدوا سنتين في القضيه عشان يبقى لهم حق التصويت، ومجلس الاداره طبعا انا بشكره لان ان يدي الفرصه، وهو طبعا مش يدي الفرصه، هو اول ما الحكم طلع اقر باحقيه اعضاء الشيخ زايد في ان هم التصويت. انا بدعو ال 11,000 صوت بتوع الشيخ زايد ان هم يحضروا الجمعيه العموميه عشان ما يبقاش حاجه احنا كسبناها للنادي وتروح مننا بعد كده. فارجو طبعا ان هم يحضروا النهارده ويحضروا في الجمعيه العموميه سواء في مدينه نصر، وان كنت بفضل في مدينه نصر يبقى الحضور بكثافه اكتر في اول يوم، وفي ثاني يوم برضو اللي ما يقدرش يروح اهل الجزيره يبقى شيء جميل باذن الله. خلينا ناكد ان جميع افرع النادي الاهلي هي النادي الاهلي في الاخر، يعني كل اللي عايز يبقى متواجد في الشيخ زايد في الجزيره في مدينه نصر كل واحد حقه، اكيد كلهم فرع واحد، كلهم اكيد بيرجعوا للنادي الاهلي بشكل عام، وده اهم شيء يا كابتن طارق. احنا كلنا نادي الاهلي سواء انا هنا او في مدينه نصر او دي نقطه مهمه لازم ناكد عليها، في مرسى مطروح او ان شاء الله بعد كده في التجمع، ما اعرفش هيبقى فيه في اسوان، يعني النادي الاهلي بيطلع بحاجات يعني مفاجآت جميله كل شويه. كلنا اولاد النادي الاهلي، اللي هيتربوا هنا في الشيخ زايد دول اولاد النادي الاهلي، قيمنا ومبادئنا واسلوبنا وسياستنا وسيستم النادي الاهلي موجود في كل فروعه، كل اولاد النادي الاهلي تربوا عليه فبيتعاملوا بيه بطبيعه. يعني اخيرا بقى احنا لسه في نشوه الفرح ببطوله كاس مصر، عايزك توصف لي الاجواء كانت هنا عامله ازاي ساعه المباراه وبعد ما كسبنا البطوله المهمه. لا طبعا كاس مصر لما كنا هنا كل ماتشات الاهلي طبعا احنا عندنا شاشه كبيره هنا في النادي، مش قادر اقول لحضرتك فرحه الناس كانت قد ايه، وكنا كلنا قاعدين واثقين من الفوز بالكاس. وطبعا الجمهور هتف للمهندس محمود طاهر بعد الماتش وشكروه وشكرونا على القعده الجميله والرؤيه الواضحه والاداء الجيد بتاع الفريق وكل الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده. كان فوز جميل جدا وكان ليه طعم جميل جدا. الحمد لله، يعني احنا بنحمد ربنا الحمد لله. شكرا شكرا. طبعا اهم شيء هو ان متواجد هنا النهارده درع الدوري متواجد هنا في مقر النادي بالشيخ زايد، وايضا بطوله كاس مصر متواجده هنا، وشيء جيد ان اعضاء النادي يحتفلوا بها من خلال ندوه النهارده. لكن ايضا معايا فيروز بعض اعضاء النادي النهارده، وعايز اتكلم معاكي عن اهميه الحضور للندوه الخاصه بمجلس الاداره لشرح اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا موجودين ان شاء الله عشان ندعم اللائحه بتاعه النادي ضد اللائحة اللي عايزة تتفرض علينا، اللي هي اللائحة الاسترشادية، اللي طبعا عايزين يجنبوا فيها أعضاء النادي الأهلي من إن هم يبقى ليهم حق الانتخاب، وإن عضو الفرع المفروض إن هو يبقى ليه صوت في انتخاب الإدارة ومجلس الإدارة اللي هيمثله، مش إن هو يتفرض عليه أي حد جاي من بره. فان شاء الله احنا ورا مجلس الاداره في ان احنا بندعمه، وان شاء الله باذن الله اللائحه بتاعتنا هتطبق على النادي باذن الله ضد اللائحه الاسترشاديه. شكرا. لسه متواصلين معاكم يا فيروز ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ايضا احد اعضاء النادي الاهلي استاذ وائل، طبعا احد اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، برحب بك في البدايه. وطبعا شيء مهم جدا انك تكون متواجد في الندوه النهارده، واكيد الحضور شيء مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. طبعا الحضور مهم. انا اعرف نفسي، احب اعرف نفسي للناس الاول وهم اكيد، يعني انا وائل عوض، انا رافع الدعوة الخاصة بالشيخ زايد، واللي في الوقت الحالي عاملة يعني زي ما تقول اشكالية كبيرة لناس كتير. انا هستغل الفرصة دي الحقيقة يعني، وعايز اقول اوجه رسالة لبعض المسؤولين في 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 في, في الدولة. يعني ما يحدث في بالنسبه للشيخ زايد والمساومه على اعضاء الشيخ زايد تعدى الخطوط الحمراء وتعدى المسموح به، واذا زاد عن هذا الحد قد يسبب احتقان لدى الاعضاء لا داعي له. الاهلي هيقول كلمته، اعضائه هتقول كلمتها، الناس ان شاء الله هتحضر لنصره ناديها قبل نصره اي حد تاني. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. دي كانت بعض الاجواء يا فيروز قبل انطلاق الندوه الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي، وايضا المهندس محمود طاهر اللي خلاص كمان ساعه بالتحديد هتنطلق هنا من داخل مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. والان عوده ليك يا فيروز. نعم امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك وشكرا لكل ضيوفك من اعضاء النادي
وسيد طارق دروي عضو عفوا مدير فرع نادي الاهلي في الشيخ زايد. شكرا جزيلا ليك، كنت معنا عبر الاقمار الصناعي. في العودة للأخبار من جديد، شدد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني على احترام الجهاز الفني لمنتخب أوغندا، مؤكدا أنه منتخب قوي ويعتبر المنافس الحقيقي لمنتخب مصر على بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018. وأكد نبيه أن الاستعداد لمواجهة أوغندا سيبدأ يوم 21 أغسطس الجاري في معسكر مفتوح، ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، على أن يدخل المنتخب في معسكر مغلق حتى موعد السفر إلى أوغندا. في خبر آخر، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء موريتانيا ومالي والمقرر لها السبت المقبل في تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين. كما أعلن الكاف أن طاقم التحكيم المساعد سيتكون من أيمن دجيش مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، ومحمد معروف حكما رابعا. وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في موريتانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. استقر النادي الإسماعيلي على إعارة لاعبه الجديد المالي موسى كامارا بعد أن رفض المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسافر قيد اللاعب في قائمة الفريق. وأرسل الإسماعيلي قائمة تضم 21 لاعب في قائمته الأولى هذا الموسم، ضمت الثلاثي الأجنبي الغاني ريتشارد بافار والكولومبي دياغو كالديرون والغاني توريك جبران، ورفض الإسماعيلي الاستغناء عن كالديرون وجبران في الموسم الجديد. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الألعاب الأخرى، والبداية من طائرة الأهلي، حيث أعرب محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بإتمام صفقة انضمام التونسي شكري الجويني لاعب الترجي التونسي إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مؤكدا أنه من أفضل لاعبي القارة الأفريقية. وأوضح مصلحي أنه حرص قبل التعاقد مع اللاعب على التحدث مع الإيطالي أنطونيو جيكوب المدير الفني للمنتخب التونسي للاستفسار منه عن مستوى الجويني. وأضاف مصلحي أن الجويني يلعب في مركز 4 ويعد من أفضل اللاعبين في استقبال الكرة، وهو الأمر الذي سيساعد الفريق على اللعب بشكل سريع في الموسم القادم. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن محمود جمعة المدرب المساعد لفريق الكرة الطايرة رجال بالأهلي. كابتن محمود أهلا بك. أهلا وسهلا كابتن فيروز، إزي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن محمود، يعني انضمام شكري الجويني طبعا أكيد بيمثل إضافة كبيرة، إيه أهمية اللاعب في المركز رقم 4؟ والله طبعا هو شكري الجويني يعتبر من أحسن لعيبة تونس في الوقت اللي احنا فيه، هو لعيب طبعا قوي جدا وان شاء الله يكون اضافه لينا، لعيب بيمتاز استبدال الكره الاولى وعنده حسن تصرف في الكره اللي بتفعله، لعيب ضريب هايل، واحنا تعاقدنا معاه على سبيل الاعاره من الترجي، ان شاء الله يكون اضافه لينا، وهو لعيب مميز جدا جدا
هو موجود دلوقتي مع منتخب تونس ان شاء الله هينضم للفريق. جه خلص الكشف الطبي والحاجات اللي هي الاوليه معانا، تعاقد مع النادي الاهلي وهو رجع دلوقتي مع منتخب تونس، ان شاء الله هينضم للفرقه بعد دخول امم افريقيا اللي هتقام في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه في شهر 10 باذن الله. نعم باذن الله. طيب كابتن محمود، ايه هي استعدادات الفريق الموسم الجديد؟ والله احنا طبعا دلوقتي بنتمرن على فتره واحده لحد بس الفتره دي، شغالين فتره واحده ان شاء الله بدايه من الشهر اللي جاي هنتمرن تمرين صباحي ومسائي. احنا دلوقتي شغالين التمرين، بنبدا كل يوم التمرين بتاعنا، بندخل الجيم بنعمل تمرينات اللي هي تقويه العضلات واستعداد اللعيبه، وبعد كده بندخل بنجري في التراك شويه وفي الرمله، وبعد كده بندخل نلعب في الصاله لحد اللعيبه بس كده يعني فتره الاعداد تخلص على خير، وبعد كده نبدا نزود الحمل التدريبي شويه بدايه من الشهر اللي جاي على فترتين صباحي ومسائي لحد ما الدوري يبدا باذن الله على اخر شهر 10 باذن الله او في اول 11. نعم كابتن محمود جمعة المدرب المساعد للفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، اكيد كل التوفيق للاعب الجديد شكري لجويني مع الفريق وللفريق في الموسم الجديد. بالعودة للأخبار من جديد، أكد شكري لجويني لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن الأهلي اسم كبير وتاريخ مليء بالبطولات والإنجازات، وأي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي وتمثيله في كل البطولات، وأنه فور تحدث وكيله معه عن عرض الأهلي وافق على الفور دون تردد. وقال لجويني أنه يحلم بالتتويج بكل البطولات وسيعمل جاهدا مع الفريق على استعادة الدوري والكاس في الموسم الجديد والفوز بالبطولة العربية والحفاظ على اللقب الأفريقي. يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 23 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركوس ميراندا تدريباته اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم والتي يستضيفها القاهرة في الفترة من 18 وحتى 25 من أغسطس الحالي. ويستعد المنتخب الوطني لافتتاح بطولة العالم والمقرر له غد الجمعة بمواجهة اليابان، ويشارك في البطولة 12 منتخب مقسمون على مجموعتين، تلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار كل من بولندا اليابان البرازيل كوبا والمكسيك. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. الأهلي نجم الموسم، اهتمت الجمهورية بإنجاز الأهلي وقالت بعد الفوز بالكاس الثنائية أسعدت الأهلوية، الأهلي فرح ناسه بدورية وكاس. أما في جريدة المساء فمكافآت مضاعفة من مجلس الأهلي لأبطال الدوري والكأس. وقالت الوفد هو ده الأهلي. وفي المصري اليوم محمود طاهر روح الفانيلا الحمراء تظهر في الأوقات الحاسمة، البدري يستحق الثقة والتي منحها له المكسب. أما في الوطن ف36 فرحة في الأهلي بالكاس الغالية. وفي الشروق أفراح في القلعة الحمراء باستعادة اللقب الغائب منذ 10 سنوات. من البوابة نيوز حسام عاشور أسطورة الأرقام القياسية.
وفي موقع فيتو كان الاهتمام بندوة رئيس النادي، وقالت الليلة رئيس الأهلي يعقد ندوة مفتوحة في زايد للحديث عن اللائحة. وفي يلا كورة مروان محسن سأعود أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة. وفي موقع في الجول أيمن أشرف أطمح لحجز مكان لي في المنتخب. وفي موقع الأهلي دوت كوم فتحي كنت حزين من نفسي بعد الفيصلي وثقت في الفوز بدون ضربات ترجيح. وأخيرا من موقع يور سبورت عربية رقم قياسي جديد لحسام البدري محليا هذا الموسم. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.